مشاهدينا أهلا بكم. طقس فني فريد يمارسه سكان الجبال في الإمارات، إنه فن الرواح الذي يعتمد على قرع الطبول وعلى لون غنائي خاص تعودت عليه مسامع الزائرين لتلك المناطق. رحلتنا مشاهدينا قامت بها زميلتنا فائزة العزي، فلنرافقها في هذا التقرير. على إيقاع الطبول يجتمع الناس وبكلمات منظومة بلهجة خاصة تصدح الحناجر لتطلق أغاني قد لا تكون مفهومة إلا لمن تربى عليها منذ الصغر. فن الرواح واحد من الفنون الإماراتية التي لا تزال تعيش في كنف الجبل. بهذا الشكل يصطف العازفون المنشدون ليبدأوا رقصة متوارثة أبا عن جد. لم يستطع أحد منهم أن يحدد لنا تاريخها أو بداياتها أو حتى من أين أو كيف وصلت لهم بهذا الشكل. وتختلف الرقصات والأشعار المنظومة باختلاف ساعات النهار. الأشعار من وقت لوقت، في عندك مثل الصبح يعني الواحد شوية وقت الواحد سرح، ووقت قبل الظهر الظهر يعني، وفي الظهر يعني الظهر، ومن بعد الظهر رواح، يعني شو الشمس توها تغيب ولا نوم، وبالليل نسري يعني. ويبدو أن طبقة سميكة من الجلد قد تشكلت فوق أكف العازفين بفعل قرعهم على الطبول التي نشأوا عليها منذ نعومة أظفارهم، إلى الحد الذي يسيل فيه الدم وهم يمارسون فنهم المحبب. هذا الشيء من الأب في الطبل ما نحس فيه، يعني نضرب ضربة قوية ما نحس في الوياء، يعني يطلع الدم ما نحس فيه، إلا نحس فيه متى بعدين يوم نروح وين في البيوت، يعني نحس وياه، لكن ما وياه يعني لسان حتى يقول فيه يعني وياه يودي على مستشفى أو يودي على مكان، يعني وياه بسيط يعني تعودت. أيوة. من أخشاب أشجار السدر يصنعون طبولهم بشكل مجوف، يقفل بطبقة رقيقة من بعض أنواع جلود الماعز أو الخراف. هكذا كان يصنعها الأجداد لتكون المرافقة الوحيدة لفن الرواح الذي لا يزال حياً بين الأجيال الجديدة. لبرنامج اليوم على الحرة من الشارقة، فائزة العزي. مشاهدينا، يعتبر الطبل أبرز الأدوات المستخدمة في الكثير من الفنون والرقصات الشعبية الإماراتية. ختام فقرتنا، المزيد من فقرات اليوم ابقوا معنا. في آي تيك هذا الأسبوع، العمليات الجراحية بالريبوت مع الطبيب جاب معوض. دافينشي روبوت للجراحات أسرع وأقل ألماً. الفرق بين